أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا البث المباشر، حيث شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث مرتبطة بالوباء العالمي الذي لا يزال يشغل الأولوية عند حكومات الدول ومواطنيها حول العالم. وكان من أبرز الأحداث التي شهدتها هذا الإعلان الكويتي بإلغاء العديد من القيود التي كانت مفروضة بسبب انتشار الفيروس. وأعلنت الحكومة الكويتية الاثنين إلغاء العديد من القيود التي كانت مفروضة بسبب انتشار الوباء بعد نجاح البلاد في تخطي الموجة الجديدة. جاء تعميم الطيران المدني الكويتي على شركات الطيران العامة بمطار الكويت الدولي بتخفيف إجراءات دخول ومغادرة البلاد اعتبارا من يوم الأحد، في أعقاب القرارات التي اتخذتها الحكومة الكويتية والسلطات الصحية بالكويت بتخفيف القيود التي كانت مفروضة لاحتواء الوباء. وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أصدر الاثنين الماضي قرارات تعنى بتخفيف القيود المتعلقة بالفيروس، بما يشمل إتاحة السفر والعودة لغير المحصنين من الوباء. واقترن التعميم الذي وزعه الطيران المدني الكويتي بالسماح لجميع الركاب بالمغادرة من البلاد دون أي اشتراطات صحية متعلقة بالفيروس، مع استيفاء الشروط الصحية الخاصة المتعلقة بدخول الدول التي تجري المغادرة إليها، وذلك اعتبارا من الأحد. وأعلن الطيران المدني الكويتي في بيان صحفي الخميس إنه يجب على المواطنين الكويتيين غير المحصنين والقادمين إلى البلاد الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة المعتمدة، وكذلك من لم يكمل تلقي الجرعات المطلوبة، يجب عليه تقديم شهادة فحص PCR سلبية تثبت الخلوة من الإصابة بالفيروس، تكون صالحة قبل موعد القبول على الرحلة بمدة 72 ساعة، وذلك في استثناء الأطفال دون سن 16 عاما. وتأتي قرارات الطيران المدني الكويتي في أعقاب قرارات رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي أصدرها الاثنين الماضي بهدف تخفيف القيود التي فرضتها حكومة الكويت منذ عامين اثنين لمواجهة الوباء. ومن جهته أعلن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في كلمة بثها تلفزيون الكويت الرسمي نجاح بلاده في تجاوز موجة جديدة من المرض الجديد بأقل الأضرار على المستوى الاقتصادي والصحي والمجتمعي، وأن الخطة المسبقة الموضوعة من قبل الأجهزة الحكومية حسب قوله نجحت في ذلك. ولفت رئيس الوزراء الكويتي لأن الأجهزة الحكومية استطاعت التعامل مع الموجة الجديدة قائلا: اليوم وبعد انحسار الموجة الأخيرة وارتفاع نسبة التطعيم، فإن مجلس الوزراء راجع في اجتماعه القرارات للتعايش مع الفيروس، واتخذ العديد من القرارات لإلغاء الإجراءات السابقة. من ناحية أخرى، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي الخميس الماضي مغادرة 1200 من العالقين المصريين في الكويت إلى محافظات القاهرة، سوهاج، الأقصر والإسكندرية، وذلك عبر 8 رحلات جوية. وأوضح الطيران المدني الكويتي في بيان صحفي أن الرحلات تضمنت 4 رحلات على متنها 600 راكب إلى القاهرة، وتضمنت رحلتين على متنهما 290 راكبا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى الأقصر، وأخرى على متنها 165 راكبا إلى الإسكندرية. بهذا مشاهدينا ينتهي هذا البث المباشر، شكرا لكم ودمتم بسلام.